وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف اللواء دكتور أحمد يوسف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا. سيادة اللواء أرحب بك. أهلا وسهلا وتهنئة للشعب المصري كله وللقوات المسلحة المصرية اللي انطلقت منها شرارة 23 يوليو. نعم سيادة اللواء، نتحدث عن ثورة 23 من يوليو التي أسست للجمهورية الأولى كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم. كيف استطاعت من خلال إنجازاتها المختلفة ومبادئها أن تؤسس للجمهورية الجديدة التي نحن بصددها الآن؟ الحقيقة طبعا يعني إحنا أنا اتولدت سنة 54، ويمكن كان من العالق في ذهني والعمل حالة من الوعي الوطني عندنا كلنا في هذا التوقيت وإحنا تلامذة صغيرين في المدارس، مبادئ الثورة الستة اللي إحنا كنا بنحفظهم حتى كده، يعني بنقول ثلاثة قضاء وثلاثة إقامة: قضاء على الاستعمار، القضاء على الإقطاع، القضاء على سيطرة واحتكار رأس المال، ثم إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. الحقيقة أنا عايز أتوقف عند أحد مبادئ الثورة اللي هي إقامة عدالة اجتماعية، وكيف لو عملنا حالة إسقاط ما بين إقامة عدالة اجتماعية وجهود القيادة السياسية حاليا. نعم. في هذا الإطار هنلاقي فيه ارتباط قوي وتأسيس ويعني تحقيق أحد هذه الأهداف أو أحد هذه المبادئ الستة لإقامة عدالة اجتماعية. وكيف ترتبط إقامة عدالة اجتماعية بحقوق الإنسان اللي إحنا دلوقتي كل الجهات المعنية والمنظمات الدولية بتتكلم على حقوق الإنسان وأهمية حقوق الإنسان، طبعا بمعايير مختلفة ومن منظور مختلف من جهة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى طبقا لمصالحها. أنا بتكلم على مبدأ إقامة العدالة الاجتماعية. بلا شك هناك جدل كثير على ثورة 23 يوليو، وفرق كثيرة تؤيد وفرق كثيرة تقول كان في إخفاقات وإلى آخره، لكن لا ينكر أحد أبدا ولا ينكر منصف أن ثورة 23 يوليو عملت حالة من العدالة الاجتماعية بين الشعب المصري كانت غير محققة وكانت غير موجودة تماما قبل ثورة 23 يوليو. يعني لو بقينا على المجتمع المصري هنلاقي ان هو كان حوالي 10% يمتلك كل شيء، يمتلك رؤوس الأموال ويمتلك المصانع ويمتلك الأراضي ويمتلك كل شيء، والباقي 90% عبارة عن عمال وفلاحين بيشتغلوا أو بيعملوا في هذه الأراضي وهذه المصانع وهذه الشركات بلا حقوق وبلا ضمانات. وأعتقد يعني يمكن في بعض الدراما التلفزيونية والسينمائية يعني أظهرت حاجة زي كده، كيف أن العامل في المصنع لو حصل له أي حادثة نتيجة خطأ من آلة متقدمة أو من نعم. من جهاز ما كانش كان بيطرد من المصنع ويطرد من الشركة وليس له أي حقوق. الفلاح اللي كان في الأرض اللي كان بيشتغل ويعمل عند مالكي هذه الأرض اللي هم الإقطاعيين، نعم، كان لما يحصل أي خطأ في الزرعة نتيجة ظروف مناخية وظروف جوية ونتيجة عدم ري منتظم هو ملوش يد فيه. نعم. كان صاحب الأرض يقول له ما يطلعش عليك النهار إلا وانت خارج زمام الكفر كله. نعم سيادة اللواء، إذن ثورة 23 من يوليو وضعت أسس للعدالة الاجتماعية كما ذكرت، ونجدها الآن مطبقة في الجمهورية الجديدة بطريقة تتماشى بالطبع مع مقتضيات ومتطلبات العصر. أشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور أحمد يوسف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.